السلام عليكم الإخوان، كيف راكم؟ هانين معكم قناة أخوكم إلكترو الزيدي زكريا في موضوع جديد. موضوع اليوم الإخوان هو التلفاز من نوع ريفوليسيون، يعني يشتغل ستاند باي، ولكن عندما نضغط على زر باور يعني كيبقى واميت. هذا هو الموديل ديالو الإخوان كما كتشوفوا أمامنا، هذا هو الموديل ديال التلفاز O32، يعني كنضغطو عليه كيبقى غير هكا رغم أن درنا عملية ديال USB، يعني قمنا بعملية روكوفر الإخوان، ولكن بدون فائدة. جربنا عدة فيرموارات عن طريق USB الإخوان، ولكن لم تنجح العملية بدون فائدة كما كتلاحظوا، يعني ما كيقبلش البوت كما كتشوفوا الإخوان، كيبقى عالق على بحال ما كيشعلوا البولاج كيعاودوا يطفاو، رغم أن درنا التجربة ديال USB كما قلت لكم عن طريق فيرموار عن طريق USB، ولكن بدون فائدة. يعني المشكلة الإخوان غادي يكون في الـ OMC، سواء يعني بمشكل أو مشكلة في الفيرموار. يعني غنحاولو إن شاء الله نبروغراميو السيركو ديريكت إن شاء الله ونشوفو النتيجة. هذا هو السيركو ديالها كما كتشوفو الإخوان، الـ OMC كما كتشوفو الآن. دابا الإخوان هذا هو السيركو عن قرب الإخوان. دابا نحاولو إن شاء الله نزعو السيركو من مكانه، يعني بطريقة يعني كما يقال سلسة. أولا نديرو الدهان هكذا الإخوان، هكذا كما كتشوفو. هنسخن الهوت هير، يعني بطريقة معقلة الإخوان. ما هي السؤال؟ حرارة مرتفعة ولا منخفضة؟ الآن كما كتشوفوا السيركو هو هذا الإخوان، الـ OMC لقد حذفناه أو نزعناه من أجل مبرمجة. كما كتشوفوا المكان ديالو هو نقي على البوردة، وهو الآن السيركو كما كتشوفوا أمامكم، الأرجل نقية، يعني مكانه والسيركو أيضا كذلك الأرجل نقية، يعني غير ممزوعة من مكانها. يعني هذا يتطلب هذا العمل. الآن سنقوم بعملية روبانينغ كما كتشوفوا، بعد ما قمنا بهذه العملية ديال الروبانينغ الإخوان، كما كتلاحظوا شو الأرجل الإخوان، يعني الأرجل يعني تم تكوين كويرات يعني بشكل طبيعي، شكل جيد كما كتلاحظون. الآن ننتظر الإخوان مسحوا، بعد نشوفوا كما كتلاحظوا الإخوان، هم انتم الأرجل ديالو كيبقى نقية، يعني ما فيها لا يعني ترجل ما طايرة كما يقولوا، يعني بطريقة جيدة. هاد الكويرات باش أن تسهل علينا عملية التلحيم مع البوردة. الآن سنقوم ببرمجته، نضعه على البرمجة الأولى. أولا ندخل على البرنامج كالمعتاد، ننتظر إخوان، ننتظر حتى يظهر لنا البرنامج، برنامج بومرمجة 56. لا نقوم بشيء، ننتظر يأخذ بعض الوقت. الآن ظهر لنا نافذة البرنامج. الآن سنقوم بالبحث أو التعريف بالسيركوي، نقوم بالتعريف. الآن ظهر، نذهب إلى OMC ونبحث عن الأوتو للتعريف السيركوي، نختار خيار أوتو أوتوماتيكي. الآن نقوم بالتعريف فيه. الآن عملية كما تلاحظون ناجحة، لقد تم التعرف على السيركوي، يعني جميع المعلومات يعني موجودة، يعني السيركوي سليم في هذه اللحظة، يعني السيركوي البرمجة تعرفت على الـ OMC كما تلاحظون. الآن الإخوان سنقوم ببرمجتي والدخول ببرمجتي بفيرموير، يعني لا عبد أخويا، نقوم باختيار الفيرموير المناسب أو المجرب، يعني سواء مأخوذ من تلفاز آخر أو من عند الأصدقاء أو من إحدى المواقع، المهم يكون مجربا، يعني نفس رقم بوردة كما تلاحظون. أنا اختار كل واحدين OST بوت ان بوت 2 و اليوزر ها
هذا هما تقريبا الملفات الموجود المهمة. نقوم بعملية بروغرامين، ننتظر يأخذ بعض الوقت، ننتظر لا نقوم بشيء. هو تلقائي سيقوم ببرمجة السيركوي. ننتظر الإخوان، ننتظر لا نقوم بشيء. كما تلاحظون هذا السيركوي لقد بدلنا بالآخر، لأن الأول كان فيه مشكل فقمنا بتبديله بأحد الآخرين، أن هذا اللي كان بالتلفاز به مشكل تالف، ربما المشكل اللي كان لا يقبله الفيرموير باليوزبي، فقمنا بتبديله بواحد آخر يعني شغال. نسالنا نرى إن شاء الله. هذا هو السيركوي كما قلت لكم الإخوان غير شغال، هذا هو اللي كان بالتلفاز الخوت. ننتظر ننتظر لا نقوم بشيء حتى يكتمل. الآن دابا في عملية برمجة بروغرامين في اليوزر يأخذ بعض الوقت، لأن ملف اليوزر كبير شيئا ما، بعكس الملفات الأخرى البوت أو بوتو أو الار بي ام أو اكس تي. ننتظر الإخوان. نعود إليكم. الآن الإخوان كما تلاحظون في المرحلة الأخيرة بريفين، ننتظر حتى يكتمل، يكتمل بشكل طبيعي. ننتظر الإخوان. الذكر الإخوان هو أنه التلفاز من نوع ريفوليسيو، وهذا الفيرموير ديال الأو إم سي هو لنوع أوروفيو، ولكن لا فرق بيناتهم، فقط الاسم، ولكن نفس البوردة نفس التشغيل، فقط في الاسم والريموت. إن لم تشتغل معك الريموت الأصلية يجب تبديلها بريموت آخر. ننتظر حتى يكتمل المرحلة الأخيرة كما قلت فيريفيكاسيون يوزر. ننتظر ننتظر لا نقوم بشيء. والآن لقد اكتمل الإخوان كما تلاحظين بروغرامين او ام سي تي سوكسي، يعني ناجح العملية. الآن سنضعه في التلفاز. الآن الإخوان بعدما ضعناه في التلفاز وبشكل طبيعي وبرمجتي، الآن سنقوم بتشغيل التلفاز ونلاحظ إن شاء الله. ننتظر الإخوان. الآن لقد كما قلت الإخوان تم عملية الإقلاع على اسم أوروفيو، يعني هذا الفلاش في أو إم سي مأخوذ من تلفاز أوروفيو لنفس البوردة. الآن كما تلاحظون هي علامة أو لوجو أندرويد، يعني إقلاع. بعد الإخوان تقلع أندرويد. الآن كما تلاحظون حتى الآن ظهرت لنا عملية البرمجة الأولية، كأن التلفاز مأخوذ كما تلاحظون. ها هو أطلعنا في الاتش دي ام يا إخوان، وبلغة روسية ربما أو أوكرانية. الآن كما تلاحظون لقد قلبنا اللغة إلى اللغة الفرنسية كما تلاحظون. الآن سنقوم بعملية قلب التلفاز، يعني الصورة مقلوبة كما تلاحظون، سنحاول قلب الصورة لترجع صورة طبيعية. الآن يعني الصورة كما تلاحظون الصورة مقلوبة. إن دخلنا إلى مود سيرفيس ونقلبها إن شاء الله، سنقلبها. الآن لقد أصبحت مقلوبة أو أصبحت بشكل طبيعي، الاسم و يعني التلفاز لم يصبح مقلوبا كما تلاحظون. أو خلنا ندخل على بروغرام. الآن هذا البروغرام أيضا ليس به مشكل، لا صورة عفريتية ولا مقلوبة كما تلاحظون. الآن شغال باتسينيان. نعم كما تلاحظون، يعني هذا الموني، يعني التلفاز شغال بشكل. الآن الإخوان سنقوم ببرمجته ونلاحظ. الآن سنقوم بعملية البحث على القنوات كما تظهر. الآن أصبح شغالا، هذا ما كنت أتمنى، وأتمنى أنكم تعبون بالاشتراك ولا تبخلوا علينا. يعني كان شيء جديد إن شاء الله سأوفقكم به، والسلام عليكم حلقة جديدة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.